أنا يعني متحمس جدا، بس لازم تكون المجموعة، كل الشعب المصري يعرف ما هو اللي ابتداه الدكتور أحمد سويل. ابتدى زي ثورة علمية في العالم وفي مصر بالذات، والثورة بتاعته والتفكير بتاعه ان الشباب مصر عندهم كفاءات مش معقولة، وانا شايفها كمان، وكل ما اجي هنا مصر واشتغل مع الاولاد بشوف ايه الكفاءة الضخمة دي. دي الثروة العلمية اللي ممكن مصر تتقدم فيها. فلازم النهاردة، ولو انه يوم حزين جدا للإنسانية زي ما حضرتك بتقول، إنما في الوقت نفسه لازم نحتفل باللي عمله الدكتور زويل. أحمد عمل حاجات مش معقولة، وكان له فيجن عايز يحققه في مصر وفي العالم، فإحنا لازم نمشي وراء هذا الموكب. دكتور مجدي، العلماء لا يرحلون، هم باقون بأعمالهم، باقون بأبحاثهم، باقون بقدرتهم على خدمة البشرية عن طريق العلوم اللي بيورثوها أو بيتركوها لأجيال يستفيدوا منها فيما بعد حتى من طلابهم. في رأي حضرتك، وجود مجموعة من الطلاب أو من الباحثين يقوم العالم برعايتهم بنوع من يعني يؤثر على نفسه، يعني يهتم فقط بهؤلاء حتى يكونون امتدادا لهم. كيف كان يقوم دكتور أحمد زويل وأنت قريب منه بالتعامل، وحضرتك نفسك بتقوم بالتعامل إزاي مع طلابك حتى يكونوا امتداد لك فيما بعد لتطوير هذه العلوم كما أنت طورتها أو طورها دكتور زويل عن طريق أسدد؟ بدون شك العقول للشباب عندهم أفكار جديدة، فلازم نحترمهم، ولازم نقدر نجيب الأفكار بتاعتهم دي علشان تكون امتداد اللي حصل قبل كده. كل اللي احنا عايزين نقول لهم، انتوا عندكم أفكار جديدة كمان، ولازم تمشوا فيها زي ما انا قلت، زي الموكب ده. وزي ما اتقال لما الدكتور زويل خد جائزة نوبل، فقالوا ان هو زي جاليليو جاليلي. جاليليو اكتشف ان في علم فضاء، وبعدين قالوا لازم كلنا بقى نشوف ايه اللي موجود في الفضاء. فاللي اكتشفه احمد زويل هو ازاي الجزيئات بتتفاعل مع نفسها. بس ده زي حاجة ضخمة جدا، عايزين الشباب يمشوا في هذا الموكب زي ما انا قلت، انهم يكتشفوا حاجات جديدة وجديدة، والحاجات الجديدة دي هترجع للإنسانية علشان تنفع زي ما أنا دايما بقول الإنسانية المعذبة. الناس بتعاني بطريقة مش معقولة، بس مش في مصر. مصر مليانة معاناة، بس في حتة تانية كمان. وكل ما تكتشف حاجة جديدة زي كده ممكن تستعملها عشان تساعد الناس، وتكتشف علاج جديد للسرطان، لأمراض القلب، لكل الحاجات دي. فده احنا محتاجين لأفكار الشباب إنهم يشتغلوا في نفس الموضوع زي ما هو ابتدى أحمد زويل، فلازم نمشي في هذا الموضوع. الاهتمام بالعلم والعلماء، حضرتك شايف إن الدكتور أحمد زويل عن طريق مناداته بتطوير في الأمور المتعلقة بالعلوم، أيضا إنشاء جامعة تعنى بالعلوم والأمور البحثية مثل جامعة ندور عليهم. فلازم الحكاية ان احنا نكون شعب متكامل. بنشكر حضرتك دكتور مجدي يعقوب.